والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار المال والأعمال. إليك محمد عبد الله. شكرا لك فاطمة، شكرا لك أدا. ومشاهدينا الآن جولة مع أهم الأخبار الاقتصادية. أكد وزير الكهرباء محمد شاكر تنفيذ مصر لخطط واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وخلال لقائه المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أشار شاكر إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج من الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئها سجلت حركة نشاط ملحوظ خلال شهر أكتوبر الماضي. وذكر بيان للهيئة أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 51 سفينة حاويات، بينما استقبل ميناء شرق بورسعيد 116 سفينة حاويات. وبالنسبة لميناء السخنة فقد شهد معدل نمو في حركة السفن بنسبة 23.5% مقارنة بأكتوبر العام الماضي. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للمستثمرين المصريين والأجانب، وسجل رأس المال السوقي مستوى 823.9 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 12515 نقطة، وأغلق عند 12650 نقطة، وذلك مرتفعا بنسبة تصل إلى 0.6%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند 2388 نقطة، وأغلق عند 2408 نقطة، مرتفعا بنسبة 84%. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3482 نقطة، وأغلق عند 3502، مرتفعا بنسبة 56%. في أسواق المال الخليجية، تراجعت الأسهم على خلفية تسجيل أسعار النفط بتراجعات أسبوعية في آخر تداولاتها العالمية. ففي السعودية هبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 8%، بينما تراجع مؤشر سوق الكويت الأول بنسبة 19%، وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 22%. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة من جديد إلى الزملاء أدا وفاطمة. شكرا لك محمد.